سيدنا عمر رضي الله عنه بالعدل ما شفنا، بالعدل حكم الكون، هارون الرشيد حكم الكون، تقبلون بهذا الحكي على راسي، ما تقبلون انتو اخوتي. فاحنا من تحكينا يعني حشاك شكل وبعدين يعني ما نحصل منك، يعني لا تزعل مني. انا ما لا تزعل اخوي، انا مجنون. استاذ استاذ بس اسمح لي، ابوي انت الحضور ترى كلهم وسع بقلبهم نخصة، بس احنا العراقيين قلبنا خراب. من تحكي معه والله اعطيتنا بطل مي حار، والله شربناه مثل العسل. والله انا عربي، انا اخوك محمد صالح حمادي، جاني شيخ صفوق ابو غسان لايان من جيتو على الفاتحه، والله 11 اسم، قال راح اثيل النجيفي اخو سامي يرشح نفسه، تعال وراك اكتب اسمه، قلت له والله عد عيناك ابن عم صفوق الحنشاني، كتبت اسمه، كتب نتائج. فانت والله نعاونك، انت هون بالفلوس. بس ما بس تسمعوا يا جماعه، والله العظيم كلها نقصه بقلبهم. من شفنا اثيل النجيفي موقع تجميد هي عيبة العيبة، ابو علي كسربينا لحد على بختك. والله يقول لك لا تطلب الحاجات الا من اهلها. يا رجل يا رجل عيش هالموقف، صير اهلها. يا رجل يا رجل حطها على المنيح، اروح على المالكي قل له والله